السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلاب سنة تانية الترم التاني ان شاء الله. محاضرة النهاردة عن الكوزماتيكس ليكتشر 3، هنتكلم فيها ان شاء الله بإذن الله عن باقي الكوزماتيكس برودكت. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن المسترايزنج ايجنت واتكلمنا على الطيب بتاعته سواء كان اكلوسيف او هيومكتنت او ايمويلنت، وكلمنا على different type منه ال different properties. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على كذا product تاني ليه علاقة بالسكن وازاي يعمل cosmetics، وعرف يعني اصلا definition بتاع cosmetics والحاجات ديت. قبل نبدأ حابة نقول دعاء المذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، انت جعل قلوبنا مليئة بذكرك وخشيتك انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. النهارده ان شاء الله هتحس المحاضره لذيذه، بس فيها شويه ايه يعني شويه ريمبر كتير، شويه حفظ كتير نوعا ما، بس ان شاء الله باذن الله هتكون لذيذه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اول حاجه هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الفيتالايزنج كريم. يعني من اسمها كده، اسمها فيتالايزنج كريم، يعني من اسمها لو انت شاطر واستنتجت اسمها يبقى انت برافو عليك. بقول فيتا لا، فيتال لايزنج كريم، يبقى فيتا تحس كأنك بتقول كلمة فيتامين، يبقى هي ليها علاقة فيها شوية فيتامين. يعني هي فيها على قد انها كوزماتيكس والتجميل والحوارات ديت، ولكن هي فيها فيتامين، فيتامين اللي هي الحاجات اللي احنا بنكون محتاجاها للجسم زي فيتامين اي بي سي دي والحوارات ديت. طيب حلو قوي. فيتالايزنج كريم دوت، واحنا كنا قلنا عليها هنت المرة اللي فاتت. ايه بقى يا شاطر انت وهوية؟ قلنا المره اللي فاتت هنت عليها ان الفيتالايزنج كريم بتستخدم عشان نعمل ستيميوليت للبلاد فلو، يبقى بتعمل ستيميوليت للبلاد فلو اند ذا سيل رينوال. يعني ايه؟ يعني هي بتحفز البلاد فلو ان الدم يمشي يروح للتيشو كتير، وكمان بتعمل لك سيل رينوال، يعني كانك بتجيب سيل جديده، تعمل لك سيل جينيريشنز، تكون خلايا جديده. يبقى الفيتالايزنج مش عايزاك تنساها خالص، اولها فيت كأنها بالظبط كأنها فيتامين، اول حاجه فيها فيتامين. تاني حاجه بالصوت انا بعرف ده الصوت بتاع الفيتامين دي، كأنها بتنشط الدوره الدمويه فتخلي الدم يروح للتيشيو اللي ديد فتعمل لها جينيريشن كتير. يبقى دي كلمه ايه؟ فيتالايزنج. طيب اوكي، وهنتكلم شويه ان شاء الله باذن الله على السموزنج والانتي ايجنج واليو في بروتكشنز نوعا ما، يعني كده شويه باذن الرحمن. السموزنج ده بيبقى بيعمل ايه؟ ده سموز ذا سكنز ويز ليبيدز ايجنت. يعني ايه؟ يعني بيخلي انت بتمسك حته سمنه ولا حته زيت وتحطها كده على ايدك، بس سنه صغيره هتلاقي ايدك بقت ناعمه وتلاقيها بتسيح كده كانها حرير ماشي عليها. يبقى ده سموزنج ايجنت. عن طريق انت تستخدم ايه؟ ليبيد ايجنت. يبقى مش محتاجه ان انت تفكر هتحط ايه غير الليبيد ايجنت انت ممكن تحطها. طيب الانتي ايجنت دي بتعمل ايه؟ الانتي ايجنج يعني مضاده للعمر. طب هل هي مضاده للعمر كله؟ لا، هي بتعمل ريتارد، هي بس بتاخر ظهور التجاعيد الرينكنز والحوارات ديت، ولكن هي ما فيش حد عمره بيطلع له تجاعيد حتى لو بعد قرن، يعني ما فيش لازم يطلع له تجاعيد. الانتي ايجنج بقى نشوف ايه اللي ايه اسباب اصلا الايجنج، ايه اسباب اللي انت تظهر لك رينكلز والحوارات ديت. دي ريديوز سمول رينكلز اند تغادر ذا سكن، تشد لك السكن كده وتخلي لك يظهر لك بتقلل لك ظهور التجاعيد والحوارات دي. طب يو في بروتكشن، طبعا يو في بروتكشن يعني ريديوس ذا هارمفول اوف هارمفول افكت اوف ذا سان راي، بتقلل لك الهارمفول افكت التاثير الضار بتاع السان راي. ما احنا عارفين اليو في موجوده في السان لاي السان لايت راي الضوء الشمس، فهي بتقلله لك. هنعرف ان في يو في ممكن انت قاعد مثلا في الاوضه، يعني انت على الرغم ان انت قاعد في اوضه وقافل الازاز، ولكن قاعد تحت الازاز في شمس بتعدي خلال الازاز، ففي يو في ممكن توصل لك ويو في لا ممكن ما تقدرش توصل لك وتعمل بنتريشن للجلاس. ونشوف مين اللي بتعمل سان بيرن ومين اللي بتعمل لك مثلا التانينج والحوارات ديت. طيب ايه البيبي بروتكشنز دي؟ اللي هي الدايبر كير او الدايبر راش، اللي هي ليها علاقه بحفاظات الاطفال وازاي يعمل دايبرز بروتكشن للاريا بتاعت الايه التشايلد ديت او الكيدز ديت. طيب دلوقتي هنقول شويه فيتامينز على مين بقى يا شاطر انت؟ هي على الفيتالايزنج ايجنت. الفيتالايزنج ايجنت عندي ايه فيتامينز اللي عندي؟ الهاي فيتامينز اللي بتستخدم في الكوزماتكس A وB وC وE، دي ما بيستخدمش في الكوزماتكس خالص. الكوزماتكس دي بيستخدم كعلاج، ولكن فيتامين A B C E بيستخدموا في الكوزماتكس. يبقى افتكرها كده من A لحد E ما عدا D ما فيهمش كوزماتكس، سوري دول فيهم كوزماتيك ما عدا دي. اول حاجه هنتكلم عليها فيتامين A اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ريتينول. ريتينول قولي بمعنى كده فيها الكحول. الكونسنتريشن مش يهمنا قوي، بس هي رينج بتاعها 0.3
بيرسنت. طيب دي اهميه فيتامين ايه ده، بيعمل لك ايه؟ بيقول لك امبروف الدراي اند سكيل سكن. يعني ايه؟ يعني ده لو انت والله السكين بتاعك دراي وعندك زي قشره كده على السكين وكده، هو بيحسن لك، اللي بيعمل لك جنريشن كتير للسكين، ومعنى كده اللي هو بيشيل لك القشره اللي بيكون موجود على جلدك، فمعنى كده انها بتعمل لك امبروفنج للدراي سكين، الجلد المتشقق الخشن من الحاجات ديت، ويحسنه لك. كمان امبروفنج اللايت انديوسد ذا سكين دامج، يعني بيحسن لك ان السكين دامج نتيجه اللايت. انت اللايت دوت لما بيكون كتير او اوفر، او الناس اللي بتشتغل في اوبن اريا والحوارات ديت، لو بتتعرض للشمس كتير، دي معنى كده اللي هي بتعمل لها سكين دامج بسبب الشمس. طب هي عايزه تعمل لها امبروفنج او عايزه تعمل لها بروتكشنز عن طريق انها تحط فيتامين اي. طبعا هي انتي ايجنج، مهم جدا جدا جدا، عن طريق انها بتعمل لك اصلا، تعمل لك امبروفنج للسكين دامج، وكمان بتعمل لك بتشيل لك السكيلي 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 سكين اللي هي القشر الجلد القديم والمتقشر وكده، وتحسن لك الدراينج وهكذا. فهو انتي ايجنج مهم جدا. الفيتامين بي اللي هو النيكوتامايد، واحنا اتفقنا خلاص النيكوتامايد ده اللي هو الناد، خلاص عايزين تعرفوا الاستراكشر بتاعه، هو اسمه بايو كيمستري، هو انت هتعرف الاستراكشر بتاعه. الفيتامين بي اللي هو النيكوتامايد ده عباره عن ايه؟ استابلايز سكين بارير. يعني ايه استابلايز سكين بارير؟ يعني بيحسن لك وبيثبت لك، والسكين بارير اللي هو السكين بارير يعني المحيط بتاع السكين بتاعك، ده مهم جدا 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 للسكين بارير، عن طريق اللي احنا قلنا بيعمل ايه؟ بيعمله لك استابلايز. يعني ايه استابلايز؟ يعني يعني مثلا لو في دامج، في مثلا بالظبط انا بعرف في مشكله في البارير بتاع السكن وكده، هو بيعمل لك ستابلايزنج ليها، سموزنج ذا ايه ذا رينكلز، يعني يبقى ممكن نستخدمه از انتي ايجنت. هو بيعمل لك بينعم الرينكلز، يعني يخلي الرينكلز الزهره ليل شويه، يعني الرينكلز دي بتبقى ايه خشنه كده، وممكن يكون في تشققات، لا ده بي ايه بي بي اللهم صل عليك انا بقى السلام، بيطغرها لك بينعمها وهكذا. طبعا انتي انفلاماتوري مهم جدا، انتي انفلاميشن. فيتامين بي اللي بعد كده اللي هو اسمه الديكسا بنثينول. عمرك انا واثقه ان انتوا عارفين سمعه البنثينول ده كتير جدا، حتى برودكت موجود في الصيدليه تلاقي تقول لك مايكرو بنثينول، مش عارفه في كذا حاجه من البنثينول، بنثينول ده افضل مرطب، مش عارفه افضل حاجه للكوزماتكس اللي هو يعني لو عندك اشف والحوارات ديت. يبقى هو موسترايزنج، يبقى اول حاجه بنسينول، اول ما تسمع كلمه بنسينول افتكر موسترايزنج، افتكر هي علبه كده بتبقى كبيره يعني شويه نوعا ما، وبيكون شكلها يعني حلو شويه نوعا ما، برضو يكون شكلها لطيف، ودي بالصوت انا مثلا فيها بقى مايكرو مش عارفه ليه انواع كتيره جدا. يبقى دي اهميتها ايه؟ موسترايزنج ايجنت، يعني موسترايزنج ايجنت خلاص هي حاجه مرطبه جدا. طب وانتي انفلاميشنز هي مهمه جدا، مضاده للالتهاب والحاجات دي. ريجينيريتيف ليدنج تو بيوتي فيتامينز، يبقى البيوتي فيتامينز الشركات البنسينول، شركه البنسينول ديت ليها علاقه بالبيوتي فيتامينز. ليه بقى؟ علشان هو ده هيلينج، يعني انت لو لا قدر الله عندك مثلا جرح، او في مثلا يقول لك ايه، لو وقفت في صيدليه وكده تلاقي واحد داخل ويقول لك انا مثلا الجرح دوت عندي، ماشي الجرح ده عندي ومش بيلم قوي، هو مش مفتوح ولا بينزل دم ولا اي حاجه، ولكن سايب لك علامه وفي ايه زي كانه لسه موجود، يعني مش بيلم بسرعه، بقاله مثلا قد ايه؟ بقاله بيقول لك مثلا بقاله اسبوعين ثلاثه وكده، وانا عايزه اخليه يتلم بسرعه. فانت تعمل ايه؟ تقوم تديله بنسينول. طب ليه تديله بنسينول او الديكستا بنسينول، حاجه فيها ديكسترا دكسابنسينول؟ علشان ده بيعمل لك جنريشن للسكن كتير. طب لما يعمل لك جنريشن للسكن كتير، كل ما بتعمل تحفيز للخلايا تزيد كتير كتير كتير، الخلايا الميته تشيل، ويحصل نيو جنريشن اوف ذا سيل، يطلع لك خلايا جديده على السيرفيس وهكذا، كل شويه كده كل شويه كده. فالوودنج او الهيلينج يبدا يحصل عندك، اللي هو التئام الجروح يبدا يحصل عندك. يبقى الفيتامين دي اللي هو الديكسترا بنسينول، اهم حاجه عندي تعرفها ان هو بيوتي فيتامينز، بيعمل لك ريجينريشن وهيلينج، وهو بالظبط انا بس موسترايزنج اند انتي انفلاميشنز. فيتامين بي او اللي هو البيوتاين، البيوتاين ده امبروفنج سكين ستراكشر، برضه بيحسن لك الاستراكشر بتاع السكين والحوارات ديت. فيتامين بي جروب اللي هو الفوليك اسيد، فوليك اسيد ده تسمعه كتير جدا جدا مع البريجمنسي، الناس اللي بتكون بريجمنسي يعني اللي هي اللي حامل، يقول لك ايه لازم الست ديت تاخد فوليك اسيد، لانه مهم جدا 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 للبيبي اللي جواها وكده، الفيتس والحوارات ديت.
طب انت بقى ممكن تستخدمه في كوزماتيك ازاي؟ as anti aging، يعني هو مضاد للتقدم العمر وبيحمي لك نفسك ولتقدم العمر، ولكن هو مش بيمنع لك تقدم العمر زي ما احنا متفقين. بعد كده الاسكوربيك اسيد، فيتامين سي بقى. فيتامين سي بقى ده ايه؟ فظيع، ده حكايته حكايه. في ناس تيجي لك الصيدليه تقول لك هات لي فيتامين، علبه فيتامين سي بس، او في كده سيرم محطوط من فيتامين سي، يقوم ماسكه كده يقعد تحط، تقعد تحط على زي قطاره كده، تقعد بقى تحط على السكين بتاعتها، ويبقى غالي ب 400 وشويه ومش عارفه كام وحوارات كده. كل دوت عشان ايه؟ علشان تعمل لك ستيميوليشن للكولاجينز. يعني ستيميوليشن للكولاجينز يعني تحفز. بص هي دلوقتي هي بتحط كانها بالظبط. انا بلعب السلام، عارفين الكولاجينز؟ الكولاجين ده زي الايه؟ زي الباك جراوند بتاعت السكين بتاعتك، اللي يخليك مثلا وشك مليان كده وحلو وشكلك مش مرهق، او مثلا مش في عندك حفر في جلدك والحوارات ديت. عشان كده الناس اللي بتروح مثلا تقعد تنفخ بقى شفايفها وتنفخ خدودها وتنفخ الحوارات ديت، وتعمل تروح تحقن ناحيه حواجبها والحوارات دي عشان الرينكلز والتجاعيد الموجوده عندها وكده، دي بتحقن كولاجينز. ليه؟ عشان هي بتسد لك الفراغات اللي عندها ديت والحفر والحوارات ديت. طيب حلو قوي. طيب دلوقتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، انت دلوقتي الفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد ده بيعمل لك ايه بقى؟ احنا اتفقنا خلاص ان الكولاجين ده عباره عن حاجه ماكرو مولكيول. يعني ايه ماكرو مولكيولز؟ يعني انت مش باللوجيك بتاعك اللي انت تحط كولاجين على السكين بتاعك وتقول لي كده وهيحصل له بنتريشن ويخش جوه السكين ومنه لنفسه. يعني ما كون من انت لو فارماسيست شاطر ما ينفعش تقول لي انا هكون برودكت يكون فيه كولاجينز، يبقى انت ما تفهمش حاجه. الكولاجين هيجي يرسب على جدك من فوق ومش هيعرف يعمله بنتريشن. ليه؟ عشان هو ما لارج مولكيول. لارج ايه؟ مولكيول. طب ايه الحل بتاع كده؟ الحل بتاع كده ان انا احط ماده، ان انا احط فيتامين لو يعمل لي ستيميوليشن للجنريشن الكولاجين الاصلي بتاع جلدك من جوه. هو الكولاجين اوريدي جوه عندك ولكن هو مش موجود، هو يعني الخليه اللي بتعمل جنريشن للكولاجين موجود، ولكن الكولاجين ذات نفسه عندك بقى بطيء تصنيع الكولاجين، عندك مشكله في الكولاجين مش عارف ايه وكده. فاللوجيك الصح ان انا احط برودكت يعمل لي ستيميوليشن للكولاجين اللي هو يتكون. فهو بدل ما هو كده ما حطيتش كولاجين من بره على جلدي، لا انا هو كونته جوه جلدي نيوترال طبيعي، حاجه طبيعيه جدا. يبقى دوت بالصلاه على النبي السلام كولاجين ستيميوليشن، عملت ستيميوليشن للكولاجين كومباكت فري راديكال. يعني ايه كومباكت فري راديكال؟ يعني انتي ايجنت. احنا عرفنا اي حاجه انتي ايجنت يعني هي حاجه انتي اوكسيدنت، هي انتي ايجنت ليه؟ عشان هي بتعمل لك تمسك لك الفري راديكال، والفري راديكال دي المسؤول عن الكانسر والحوارات ديت. طيب دلوقتي بالصلاه انا بعلي بدوس السلام هي بتبقى انتي ايجنت. يبقى فيتامين سي اللي هو زي البرتقال زي الليمون والحوارات ديت دول بيستخدموه ليه؟ علشان يعمل لك ستيميوليشن للكولاجينز ويبقى انتي ايجنت. بعد كده فيتامين اي او اسمه التوكوفيرول اللي هو فيتامين اي دوت بيبقى انتي اوكسيدنت، سيل ريجينيريشن، انتي انفلاميشن، انفلاميشنز اند ريدوسينج السكن دامج باي اليو في راديشنز. يعني ايه؟ يعني هو حاجه انتي اوكسيدنت، حاجه مضاده للاكسده، بمعنى كده هي انتي ايجنت. اي حاجه انتي اوكسيدنت جولدن رول، اي حاجه انتي اوكسيدنت هي انتي ايجنت. جميل. تاني حاجه هي سيل جينيريشن، تمام احنا اتفقنا خلاص يعني سيل جينيريشن وانها تكون لك السيل وهكذا، وهي انتي انفلاميشنز اند ريدوسينج السكن دامجنج باي اليو في، بتقلل لك السكن دامجنج باي اليو في. دي كده شويه الفيتامينز يعني الهنت بتاعتهم مهم جدا انت تعرفه. دلوقتي هنخش على تاني تالت برودكت عندنا في الكوزماتكس، الكريم اللي هو السموزنج كريم. يبقى احنا بعد ما عرفنا الفيتالايزنج كريم هي عباره عن ايه والبروبازس بتاعتها واتكلمنا عن شويه فيتامين عندي، اول حاجه السموزنج كريم هو عبارة عن ايه؟ in addition to moisturizing substance or vitamins a good cosmetic cream should be containing some neutral vegetable oil in the amount of 3-10%. ليه بقى؟ بيقول لك بالاضافة انت دلوقتي عايز تعمل برودكت يكسر الدنيا. ايه بقى البرودكت اللي يكسر الدنيا دوت وينزل يعمل لك السوق كله خلي كل الناس عايزة تروح تشتري البرودكت دوت، وفي نفس الوقت يكون لطيف ويكون فعلا بيعالج وهكذا وليه علاقة برضه بالكوزماتيك وكده. طيب ايه هو بقى؟ اول حاجه انت عملت خلاص درست حاجات المويسترايزنج ايجنت وقلت انت كده شاطر وبقيت بيرفكت، انت عارف امتى تستخدم الاكلوسيف، امتى تستخدم الهيميكتنت، امتى تستخدم الايمولنت اند سو اون. حلو جدا.
طيب بعد ما درست الحاجات ديت قمت كلمت عملت لي مويسترايزنج ايجنت وحطيت المويسترايزنج ايجنت بتاعك وكده. قال لي والله انا في المويسترايزنج ايجنت دوت انا عايز كمان احط حاجه اسمها فيتلايزنج، اعمل احط ماده فيها فيتامينز، ليه احط فيتامين؟ عشان بقى اعمل يعني اتاخر التقدم بتاع العمر، ريتارد الايجنج، مش عارفه احسن المظهر، اشيل الورينكلز ديت، اقللها، استيميوليشن للكولاجينز، اللي انا كمان بالصوت انا بسام ال حاجه انتي انفليميشنز، تبقى بيوتي كريم والحوارات دي. طب قال لك هتعمل ايه يا شاطر؟ قال لي والله هحط الفيتامين بتاعتي. حلو جدا، حطيت الفيتامين وحطيت المويسترايزنج ايجنت. هل هو كده جاهز ان هو يطلع للسوق؟ قال لك لا، لسه محتاج تحط ايه، محتاج تحط نيوترال، لا ايه، فيجيتابل اويل، حاجات طبيعيه من الفيجيتابل اويل، يعني زيوت خضار طبيعيه، ماشي، من 3 ل 10%. طب ليه بقى؟ قال لنا ليه انت محتاج تعمل كده؟ قال لي علشان الاويل ديت مهمه جدا، اللي هي بتعمل لك ليبيد فيلم. يعني ايه ليبيد فيلم؟ انت في ايه، كل السكان بتاعك بيكون فيه طبقه دهنيه على جلدك بريشه معينه. طب حلو، الطبقه ديت بتحمي لك من الايفابوريت بتاعت الميه، بتحمي لك من تبخر الميه. طيب بتحمي لك من تبخر الميه، معنى كده انها حاجه لطيفه لجلدك، يعني حاجه بتعمل لك كولينج سنسيشنز والحاجات ديت. فعلشان كده انت بتحط الليبتس او الفيجيتابل اويل من 3 ل 10% علشان تحافظ على الليبتس فيلم وتعمل لها تملي انها ايه موجوده، كانها كل شويه تقعد تجدد فيها وكده، لان الليبتس فيلم دي مهمه جدا جدا للسكين بتاعتك، كانها بارير وتحمي لك من البروش بتاع الميه والحوارات دي. يلا نقرا الكلام، بيقول لك ان ووتر اويل ايموشنز، ماشي، زي ليبت فيس. وكمان بالصوت انا بقى فعلا بيعمل لك ايه بقى، بيقول لك ليبت فيس يوجوالي هاز بورشنز من 10 ل 20%. يعني ايه؟ يعني انت لو هتعمل ايموشن، لو انت هتعمل ايموشن حط لي فيجيتابل اويل، لو هو هتعمل ايموشن اويل ان ووتر هتحط لي من 10 ل 20. طب لو هتعمل لي ايموشن ووتر ان اويل، طبعا نسبه الليبتس فاتس او الفيجيتابل اويل هتزيد شويه، يبقى من 20 لايه ل 30. طب ايه السبب في كده؟ اهي بريفنتنج ووتر لوز ثرو ذا سكين، زي ما احنا اتفقنا، بتمنع لك الووتر لوز، انها تمنع لك فقدان الميه، فقدان الميه من الايه السكين، عن طريق انها تعمل لك ايه، بتحط لك طبقه عازله كانها عملت لك جيش كده حوالين السكين بتاعتك، مفيش ميه هتعدي خالص، ماشي. يبقى باي ستريننج ذا ريبيد باير لاير سوفتنج، تعمل لك سوفتنج سموزنج كريم للايه للستراتم كورنيوم، للطبقه الاستراتم كورنيوم، الطبقه الخلايا الميته اللي بتكون على الجلد من فوق، اللي احنا واخدين الاستراكشر بتاعتها في اول ليكتشر خالص تبع السكين وهكذا. اند ريديوسنج السكين انفلاميشن، يبقى اهميه الفيجيتابل اويل او الليبيد فيلم اللي انت بتعملها حوالين ديت، بريفنتنج الايفابوريشن بتاع الووترز اند بروتكشنز اجنست، يعني هي تبقى انتي انفلاميشن، انتي انفلاميشن بتقلل لك الانفلاميشن بتاع الايه السكن. يبقى يقول لك ستير المويسترايزنج، يعني ايه بقى الستير اوف مويسترايزنج؟ يعني المويسترايزر دوت اللي هو المرطب، ماشي، بتحط له ريفاتنج. يعني ايه ريفاتنج؟ ريفاتنج يعني بتعمل طبقه من الفيلم بتاعت الفاتس، يعني كانك بتجيب طبقه دهنيه وتحطها عندك زي مين، زي الفيجيتابل اويل. حلو جدا. طب دي بتعمل لك بريفنت الايه، بتعمل لك بريفنت الترانس ايبيديرمال ووتر لوس، اللي هي تي اي دبليو ال. ايه الترانس ايبيديرمال ووتر لوس؟ يعني الترانس ابيديرم اهو ده كده السكين بتاعك. حلو، وعندك هنا بالصوت انا بقى ليفد ستام هيومن ووتر، هي عايزه تطلع خلال الابيديرمال وتعمل لوز وتطلع وتفقد الميه وهكذا. لو انت جيت حطيت عملت طبقه من الليبت، هي تيجي الميه عيني تيجي تطلع كده، تلاقي في حيطه قدامها، تقوم راجعه تاني في السكين، ومعنى كده بتحافظ لك، بيحافظ لك على كميه الميه الموجوده في السكين، معنى كده ما بيكونش في عندي ووتر لوس روز سكين، يبقى هو بيريفنت الترانس ابيديرمال ووتر لوس. حلو قوي، يبقى ده مهم جدا. يبقى ايه عمليه الريفاتنج؟ اللي انت بتحط ليبت فيلم من الفيجيتابل اويل. الريفاتنج ايجنت او السموزنج ايجنت دي عباره عن انجريدينت اوف كوزماتيك فورميشن ذات بروفايد ذا سكين وذ ذا فات ات نيد، محتاجه بتعمل لك بروفايدنج للسكين بالفاتس اللي انت محتاجها. ات ريديوس الايفابوريشن اوف ذا ووترز اند انكريزنج ذا مويسترايزنج، زود لك بقى يعني كانه بيعمل لك انهانس للبروبرتيز بتاعت المويسترايزر بتاعك. كونتنت اوف ذا سكين، بيحفز لك الرطوبه الموجوده في السكن، بتخليها الميه ايه كانها محبوسه جوه السكن بتاعتك، فبيحافظ لك عليها فيكون الابيرنس افضل. طيب ايه بقى الطبيعي في الفات؟ انت بتدهن اي فات كده والسلام، ولا في طيب معينه من الفات، وبنستخدم انهي فات، وايه البروباتس بتاعت الفات اللي بنستخدمها؟
صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي والله عندي انساتشوريتد فاتي اسيد وعندي ساتشوريتد فاتي اسيد، بس الافضل والالطف والاحسن ان انت تستخدم انساتشوريتد فاتي اسيد، وهنعرف ليه. طب تستخدمها باي كميه كده والسلام؟ قلنا لا، على حسب طيب الايمالشن اللي انت هتعمله. لو ووتر ان اويل يبقى هتعمل من 20 ل 30، طب لو اويل ان ووتر يبقى انت هتعمل من 10 ل 20. طيب دي قال لك من اقل من 20 دي انساتشوريتد فاتي اسيد اسمها كولد نون دراينج اي اويل. يعني نون دراينج اويل من اسمها كده بالظبط، انا بلف دوست يعني نون يعني لا، ما بتخليش يحصل دراينج للسكن، بتحافظ لك على الموسترايزنج بتاعت السكن، ما بيخليش فيه دراينج يحصل لك في السكن. ذوس فيجيتابل اويل ار اي ابسورب سلولي انتو ذا سكن، تعمل ابسوربنج سلولي تو ذا سكن، اند ار ايديال فور دراي اند ستريسد ستريسد سكن. مهمه جدا 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 للناس اللي عندها بشره جافه واللي عندها سكن ناشف كده وتحس ان هو رف وتحس ان هو متشقق وحوارات من كده. طب ليه؟ علشان زي كونتين فاتي اسيد سيميلر تو ذا لابيد اوف ذا سكن، السكن بتاعك اهوت احنا بنحط عليه فاتي اسيد اللي هو الانساتشوريتد فاتي اسيد. الانساتشوريتد فاتي اسيد اللي انا بحطه دوت بيكون الفات اللي فيه سيميلر تو ذا سكن. ليه؟ علشان ما يحصلش اريتيشن والحوارات ديت، فكاني عملت طبقه سكن تانيه زياده عليها. طب حلو قوي. ويتش انيبل ذا سكن تو ستور موسترايزنج، اللي بتحفز ان السكن اللي هو يعمل لك ستورنج للموسترايزنج الميه اللي موجوده عندك. وبما ان ديبر سكن يعني في الديبر سكن بدل ما الميه تكون مثلا في اللير من هنا، لا ده كمان يخلي الميه تكون من جوه خالص ديبر سكن، عشان هو منع لك الايفوبوريشن بتاع الووتر. فمعنى كده ان الريفاتنج ايجنت ديت مهمه جدا جدا للسكن. ليه تاني؟ بس انا بلف ده ستساب علشان هي بتمنع لك الايفوبوريشن بتاع الميه، وبتعمل لك ريديوسنج للانفلاميشن اوف ذا سكن اند هاف سترونج، وبتمنع لك تبخر الميه وبتقلل لك الانفلاميشن. يبقى هاف سترونج ريفاتنج افكت اللي هي بريفنت تي اي دبليو ال، يعني بريفنت الترانس ابيديرمال ووتر لوس ثرو ذا سكن. حلو جدا. طيب الجود فيجيتابل اويل اللي هي بقى ايه؟ هل انت تستخدم اي فيجيتابل اويل او ريفاتنج ايجنت والسلام؟ لا طبعا. قال لي الجود والموست سبيسيفيك هو الجليسرايدز. الجليسرايد ده بيبقى ايه؟ بيبقى الاستراكشر بتاعه قريب من الفات بتاعه السكن شويه، وهنشوف الاستراكشر بتاعه دلوقتي. بيقول لك كونتيننج ان ذا رينج من سي 12 لسي 20، يعني من 12 ل 20 كربونه موجوده عندي. طيب حلو قوي، من 12 ل 20 كربونه موجوده عندي. لو طيب مين افضل واحده، مين افضل عدد كربون مهم جدا للسكن عندي؟ قال لي 18. يبقى السي 18 ده افضل عدد مهم عندي، او انت ممكن تستخدم من 12 ل 20، ولكن افضل عدد كربون عندي من الفيجيتابل اويل اللي انت ممكن تستخدمها للسكن هي السي 18. وسبيشيالي سبيشيال لازم تبقى انساتشوريتد، انساتشوريتد كومباوند. يبقى عشان تستخدم فيجيتابل اويل مهم وحلو وصحي ويكون شبه الاستراكشر بتاع السكن اللابز الموجوده عندك، لازم يبقى سي 18، لازم يبقى انساتشوريتد. زي مثلا ال 6 فاتي اسيدز اللي هي الجاما ليونيك اسيدز. الجاما ليونيك اسيد ده اكزامبل عندي على السي 18 زائد اللي هو عنده انساتشوريتد، ده ار بينفيت فور ذا سكن، او عنده انساتشوريتد 3 دبل بوند انساتشوريتد وعنده دبل سي او او اتش. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الفري فاتي اسيد شودنت بي بريزنت ان ذا كوزماتيك كريم از ذي ار انكومباتبل وذ سكن. يعني ايه الكلام دوت؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك ان انت دلوقتي تخيل كده اسيد، انت حطيت اسيد على السكن بتاعك. اسيد هل انت ينفع تحط اسيد على السكن بتاعك عندك مجموعه سي او اتش بتنور وتقول لك صباح الخير؟ طيب انت دلوقتي حطيت اسيد على السكن بتاعك هتعمل لك اريتيشن هايله جدا وعاليه جدا وفظيعه جدا. طيب هل ده بيولوجيك اللي انت ينفع تعمله؟ قال لي لا. طب انت هتعمل ايه بقى؟ قال لي عشان تمنع الاسيد دي عايز تخبيها. فالاسيد دي الجروب بتاعت الاسيد دي بنخبيها ازاي؟ لو قلت عن طريق اللي انت تعمل ادنج الكحول وتكون لي استر يبقى انت هايل وممتاز. لو ما قلتش يبقى تعالى نفهم مع بعض دلوقتي. يبقى من يبقى اول حاجه بالصوت انا بنت صايم، علشان اعمل ريفاتنج ايجنت كويس لازم يبقى انساتوريتد، لازم يكون 18 كربونه من الكربون. ماشي 18 كربون. تاني حاجه عندي ما ينفعش استخدمه از اسيد، فري فاتي اسيد ما ينفعش، فاحطه في صوره استر علشان اعمل له استريفيكيشنز عشان اكون لك الجليسرايد اللي هو الهيدروليتيك. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي واحد يقول لي طب ما هي دي اللي ليها الاكشن. بص يا سيدي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، السكين بتاعك هنا ما ينفعش احط انا الجروب ديت ما احطش اسيد على الابيديرمال سيل بتاعتي من هنا، هتعمل لك اريتيشن وانفلميشن وحوارات كثيره جدا. فانا اقوم جاي مخبيها عن طريق ان انا احط لها مجموعه او اتش فاعله مع او اتش يعني اسمه او اتش ده اللي هو الالكحول يعني، ودي هتديني في الاخر اللي هو الايثر. ماشي
الاستر، سوري الاستر، الاستر اللي هو عبارة عن يعني بنشيل او اتش وبنشيل اتش فهتدينا سي او او بعد كده اور مثلا، ماشي، اللي هو الايه الايثر. طب ادتني الايثر، الايثر هيخش جوه السكيل، هنا بقى عندك ايه استر بقى، ايثر ايه يا ربي، معلش سوري سوري، معاك استر، معاك ايه استر، ليه؟ عشان انت عملت فعلت الكحول مع اسيد، يبقى انت بقى معاك استر جوه السكين. حلو جدا. السكين احنا محافظين عليه من ميه عن طريق الليبيد فيلم اللي انا حطيته في الاول، فالميه موجوده عندي في السكين. حلو جدا. فالميه تقوم جايه هنا، تقوم عامله لك ايه، تعمل لك هيدرو ليتك كلافج. يعني ايه هيدرو ليتك كلافج او هيدرو ليتك بروك؟ انها تكسر لك ديت عن طريق الميه، فترجع لك تاني دوت لاسيد، وترجع لك تاني ده لالكحول، فرجعت لك الاكتف فورم التاني بتاعي تاني بتاع الانجريدينت اللي هو اللي بيديني افكت. يبقى الادج اوف الاستريفيكيشنز از اويل هي تديك از جلوسرايد، يبقى انت تستخدم الريفاتنج ايجنت از ايه جلوسرايد. طيب الهيدروليتك كلافج، انت عملت هيدروليتك كلافج ثرو ذا التراي جلوسرايد، التراي جلوسرايد اللي عندك تيكينج بليس جنرالي ان ذا سكن، داخل السكن. الهيدروليتك ده بيحصل داخل السكن عشان ما يعملكش انفليميشن. طب واحد يقول لي طب ما الاسيد كده اتجون جوه السكن يبقى ممكن يعمل لك انفليميشن، هقول لك لا، هو بيعمل بس على الانفليميشن على السيرفيس بتاعت السكن بتاعتك من جوه. سو ذا فاتي اسيد ار سكسسفلي ريليست، يبدا بقى يطلع ويديك الافكت بتاعه سموزنج افكت اند سو اون. طيب دلوقتي بالصوت انا بقى نفضل السلام بعد ما اتكلمنا على ريفاتنج. احنا قلنا اتكلمنا افضل حاجه لازم تبقى سي 18، لازم تبقى انساتيوريتد، ده الافضل يعني ده الموست بيرفبل. لازم تبقى بالصوت انا بقى نفضل السلام تبقى في هيئه استر فورم علشان ما يحصلليش اريتيشن والحوارات ديت. يبقى دي كده الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم مهمه جدا جدا، اللي زي اللينيك اسيدز والحوارات ديت في الان ساتوريتد فاتي اسيد. طب الريفاتنج ديت ما ينفعش يكون ساتوريتد فاتي اسيد؟ لا، ينفع تكون ساتوريتد فاتي اسيد. طيب احنا اتفقنا ممكن يكون ان ساتوريتد وان ساتوريتد، ايه بقى الساتوريتد فاتي اسيد؟ الساتوريتد فاتي اسيد ديت ممكن تبقى حاجه من الحاجات دي. طب امتى الجا للساتوريتد فاتي اسيد؟ ما احنا قلنا الان ساتوريتد هو الافضل، ولازم تبقى سي 18، ولازم تبقى في هيئه استر وهكذا. قالت تلجئي لها لما يكون الحاجه مش مهمه قوي اللي انت تعمليش، يعني مش يعني المركب البرودكت اللي انت عاملاه مش مبني على السموزنج افكت، يعني انت بس حطاه كده اللي هو بس يعمل لك ريفاتنج خفيف كده، يعني فاهمه، مش حاجه ضروريه اللي انت عايزه تعملي ريفاتنج قوي، او مثلا واحده بشرتها دهنيه، يعني فاهم، في كده كونسبت معينه على حسب، لان الان ساتوريتد فاتي اسيد دي سعرها غالي اكسبنسيف قوي، فالحاجه اللي مثلا تحط تعمل الغرض بسعر قليل، تكلفه قليله، كوست قليله، والله اشتغلي يعني جو اهيد، ماشي. طيب ايه بقى الاكزامبل عندي بالصوت انا بقى يفضل الصوت والسلام؟ زي الليريك اسيد. الليريك فاتي اسيدز اول حاجه هو عباره عن ايه؟ طبعا هو انساتشوريتد وعباره عن سي 12، ده بيبقى رابد ابزوربد انتو ذا سكن، سريع الامتصاص على السكن، بيبقى مضاد للبكتيريا والفانجي والفانجاي والحوارات ديت، والديستريبيوشن اند كرييت ا سموز سكن، سهل اللي هو يعمل له ديستريبيوشن، سهل ان هو يتوزع في السكن وحاجات كده، وسهل ان انت تعمل سموزنج للسكن، والشورت سي كاربونز لوور فوسكوسيتي سلايتلي. طيب صحيح ممكن نستخدم الساتوريتد فاتي اسيد في ايه؟ لو انا عايز اظبط الفسكوسيتي بتاعت الكريم بتاعي، مش يعني برضه ما استخدمهاش ان انا اظبط الفسكوسيتي بتاعتي، مش علشان مثلا اللي هو يعمل لي ريفاتنج كويس او يكون كويس للسكن او حاجه يعني بيرفكت وهكذا. عشان كده سعر المنتجات الكوزماتكس لا بتختلف من شركه لشركه على حسب البرودكت اللي هم بيستخدموه او الانجريدينت يعني. طيب يبقى بصوت انا بقى لفظ السلام دي بيقول لك عندها لور فيسكوسيتي طبعا عشان عندها سي 12 بس. طيب سي 14 اللي هي عباره عن ميرستيك فاتي اسيدز، ده بيبقى انتي مايكروبيال، ده مضاد للبكتيريا الميكروبات وكده. البالميك دوت بيوكيو ان ذا هيومن السيرم، ده البالميك اسيد دوت او البالميك فاتي اسيد ده اوريدي موجود في السيبم بتاع السكن. عارفين السيبمز اللي الناس بيكون عندها فاتي عندها فاتي اسيد او عندها سبيشيس جلاندس كده، تلاقي فيه بتاع ماده بيضة كده، اللي هي ما بتيجي مثلا حد يعمل يعني السيبم ده، السيبم الموجود عندك في السبيشيس جلاند والحوارات ديت. المهم يعني دي عباره عن ديكريزنج ويز ايجنت، دي بتقل مع الايجنت، عشان كده بيطلع لك الرينكلز. ما السيبم دي مسؤوله عن سد الفراغات والحوارات ديت، فبتقل مع الايجنت. طيب والبالميك اسيد ده اوريدي موجود في السيبم عندي، حلو. طيب فورني الماتشر سكن بالميك اسيد كونتيننج اويل شود بي يوزد ان ذا ايه كريم، يعني ايه بقى الكلام ده؟ للناس بقى اللي هي ناس
كبيره في السن شويه مش عارفه ايه، ما احنا قلنا البالميك اسيد بيقل في السيبه مع تقدم العمر. طب كل ما بتكبر في السن يبقى انت محتاج تستخدم شويه بالميك اسيد في الكريم بتاعك. طيب البالميك اسيد دوت هو احنا اتفقنا ان هو موجود في السيبه، طب هو ايه مشكلته لو زاد عن حده؟ قال لي مشكلته لو زاد عن حده ان هو يعمل لك حاجه اسمها كومودوجينيك. كومودوجينيك يعني ايه كومودوجينيك؟ كومودوجينيك اللي هي البلاك هيد، عارفين الرؤوس السوداء اللي بتكون موجوده في السكن وكده، تلاقي ناس عندها تقول لك انا عندي رؤوس سوداء عندي رؤوس بيضاء والحوارات ديت، ده بسبب ايه؟ بسبب البالميك اسيد الموجود عندي اللي هو بيكون موجود في السيبم، فيطلع يحصل له اوكسيديشن في الاير لما بيطلع على السكن، ومعنى كده يكون لك البلاك هيد كده، تلاقيه عباره عن نقط سوداء كده وبكون اكتر موجوده في المناخير. يبقى ده يبقى معنى كده ان انت برضه تكون حريص في الكميه بتاعته، ما ينفعش اي حد يستخدمه خلاص. لو انت اوريدي عندك بلاك هيد ما ينفعش تستخدميه عشان هيزود لك اصلا البلاك هيد، اوكي؟ وهكذا. بعد كده الستريك، ستريك بيبقى عباره عن سي 18، دي بالسرطانه بقى يفضل 6 سنين، بيقول لك بيعمل لك فيلم حوالين السكن which prevent overgrowth of water. احنا اصلا بنستخدم الحاجات دي كلها as refatting عشان نمنع تبخر الميه. and hinder the sebum flow away، يعني ايه؟ يعني بتقلل لك، يعني كانها بالظبط كانها بتحافظ على الايه الايجنج افكت بتاعك، ما بتخليكش يحصل لك انتي ايجنج بسرعه، يعني قصدي ما بتخليكش تعمل لك تقدم على العمر كتير بسرعه. ليه؟ علشان السيبم ده ما احنا قلنا مع تقدم العمر بيقل، صح؟ طيب مع تقدم العمر بيقل يبقى معنى كده لو انا جبت حطيت حاجه خليته يفضل ثابت موجود عندي ما يهربش من السكن بتاعي، ما يهربش فلو اواي فروم ذا سكن، معنى كده ان انا بحافظ ايه بعمل ريتارد للايه للايجنج. فما اقوم استخدمها ستيريك اسيد، ستيريك اسيد دي بالسرطانه بقى بتسمع لك ريتارد للايجنج وهكذا. طبعا ده برضو كومودوجينيك، كومودوجينيك يعني ايه؟ يعني برضو بيعمل لك بلاك هيد، لازم برضو تكون حريص وانت بتستخدمه. بيقول لك الساتوريتد فاتي اسيد هاز ري سلايتلي سلايتلي ريفاتنج ايه افكت، ولكن الفاتي الانساتوريتد ده اللي هي ليها ريفاتنج افكت قوي جدا. الهيومن ويز بلاك سكن شودنت باي كريم هاي انساتوريتد فاتي اسيد، يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندها دراي سكن، الناس اللي عندها دراي سكن الناس البشره السمراء الجمال دول، دول ما ينفعوش يشتروا الكريم اللي بيكون فيه ساتوريتد فاتي اسيد، زي بقى زي البالميك زي الستريك زي الميستريك زي اللوريك اسيد الحاجات دي. طب ليه؟ عشان احنا قلنا اللي هي بتعمل لك كوموزوجينيك، كوموزوجينيك يعني بتعمل لك رؤوس سودا، فانت هو اصلا اوريدي بلاك، انت تعمل له بلاك فور بلاك ما ينفعش خلاص، يعني ما ينفعش. فدي بتكون مش مفضله للناس اللي عندها نص لونها اسمر شويه. الانساتوريتد فاتي اسيد بقى الاكزامبل عندي زي الاوليك زي اللونيك، احنا اتفقنا خلاص اللونيك ده افضل واحد عشان هو سي 18 وعنده انساتوريتد وهكذا وبيكون مستخدمه في صوره استر. الاوليك اسيد بيبقى ريدلي ابسوربت، هو اوريدي بيابسوربت بسرعه وديستريبيوتد بسرعه، بيعمل لك انهانس مينجيك سكان البارير، يعني بيعمل لك سكين بارير من الليبيدز ديت مهمه جدا، مور بريفنتبل اند ريسيرفد تو لايبوفيليك انجريدينت. السكين بارير اللي بيعملها لك حوالين اللي هو البارير او الليبيد بارير او الليبيد فيلم اللي بيعملها لك اراوند سكن دي بالسرطانه بقى ليفت سايم، بتسمح بمرور الانجريدينت اللي بيكون ليبد، يعني لو انت حاطط دراج في ليبد انجريدينت بتحب الليبدز وهكذا لايبوفيليك هتمر عادي جوه السكن. هاي كونتنت اوف اسيد بروديوس ا بليزنت سموث موست سكن فيلينج، بتديك ايه سكن فيلينج كده جميل جدا كانه مرطب وجميل وايه كانك منتعش وهكذا. اللونيك اسيد سي 18 ده التفاعل اللي هو بيبقى، انتوا ملاحظين هنا في الانساتوريتد كل اللي مستخدماه سي 18، كل اللي مستخدماه سي 18، يبقى اهم حاجه عندي سي 18 عندي اللي انا استخدمه يعني كربون 18 كربونه. طيب اللونيك اسيد ده بالسرطان النبي عليه افضل سطر سام، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاستراتم كورنيوم اللي هي الطبقه اللي احنا موجود عندنا فيها الجلد كونتين حاجه اسمها ايه بقى؟ اسمها سيراميد. السيراميد دوت ايه اهميته؟ ده بيكون هو المسؤول عن الليبيد بارير الموجوده عندك السكن، ده الحاجه الليبيد الاساسيه الطبيعيه الموجوده في جسمك اللي اسمها ايه؟ اسمها السيراميد. يبقى السيراميد ده الليبيد كونتنت الموجود في السكن بتاعك. ده بيقول لك ريجوليشن الووتر بالانس، بينظم لك الووتر بالانس وهكذا. طيب ال ال ايه اللي هو اللونيك اسيد ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيقول لك فورم لارجست كونسنتريشن اوف السيراميد ليبيد بارير، يعني ايه؟ يعني والله انت اتفقنا دلوقتي مين الليبيد بارير الموجوده في السكن بتاعتك؟ السيراميد. طب حلو، السيراميد ده بيعمل لك ايه؟ ده بيعمل لك البريفنتنج بتاع الايفابوريشن بتاع الووتر، وبيعمل لك ريفاتنج افكت وهكذا. نفس فكره الكولاجين، هل اجيب حاجه فيها سيراميد افضل ولا انا احط حاجه تعمل لي ستيميوليشن للنيوترال سيراميد ان هو ينتج عندك جوه جلدك طبيعي ويبدا بقى يعمل لك الافكت بتاعه؟ لا، قال لي والله اللي انت تجيب حاجه تزود لك الفورم بتاع الكونسنتريشن بتاع السيراميد الموجود في السكن بتاعك
اللي هو مين بقى؟ اللونيك اسيد. اللونيك اسيد زي فكره مين بالظبط؟ بالسرطان النبع اللي هي في دسه السام، زي فكره الاسكوربيك اسيد او الفيتامين سي. في الفيتامين سي ديت اللي هي الفيتامايد الفيتالايزنج ديت اللي هي كانت بتعمل لك ايه، اللي كانت بتعمل لك ستيميوليشن للفورميشن بتاعه الايه الكولاجينز. طيب بيقول لك سبورت ذا اليميتد اوف سكين اريتيشن، بتعمل لك بتقلل لك بقى الاريتيشن والحاجات ديت. ان اكني في حبوب الشباب اللونيك اسيد كونتنت از يوزد ان سيبم، الكونتنت بتاع اللونيك اسيد الناس اللي بيكون عندها سيبم كتير او عندها مثلا اكني اللونيك اسيد، تيجي تشوف في السيبم بتاعه ما تلاقيش فيه لونيك اسيد، ريزلتنج ان بلوك بو لوكينج بالظبط. انا بقى في سلام اللونيك اسيد ده لما بيختفي او كميته تقل، لما كميته تقل تلاقي عندك حبايه كده وبلوك. بلوك يعني ايه؟ يعني السيبم محبوس جوه جسمك زي شكل الحبوب العاديه اللي بنشوفها ديت على طول. فورميشن اوف الايه الكوديومز، الكوديومز الكومود، الكومودنز ديت اللي هي الحبوب، يكون لك الحبوب والحوارات ديت اهو. بص ده كده شكل الكوموديانز، الكوموديانز ديت نتيجه ايه؟ نتيجه اللونيك اسيد قل عندي في السيبم، فبدا يعمل لي بلوكينج، بدل ما السيبم يطلع بقى للجلد وكده، لا دي الحبوب اللي بتكون تحت الجلد، شايفين عامله ازاي؟ اهي الحمد لله لا زي عفنا تربية كاسمها. الحبوب دي بقى بتبقى عاملة ايه؟ بتبقى موجودة تحت الجلد، فبتكون هي بلوكينج، عاملة لك بلوكينج لللير بتاعتك، فهي مش عارفة تطلع نتيجة نقص اللونيك اسيد. اللونيك اسيد ده قليل عندي في السيبم فحصل لي الشكل دوت. غير طبعا اهميه اللونيك اسيد في وجود الاستراكشر بتاع السيل ممبرين، احنا عارفين السيل ممبرين عباره عن فوسفوليبيد والحوارات ديت، اللونيك اسيد ده بقى مهم جدا في الاستراكشر بتاع السيل ممبرين والباي لاير والحوارات ديت. بعد كده الجاما بقى اليونيك اسيد، جاما اليونيك اسيد برضه مهم جدا في الاستراكشر بتاع السيل ممبرين، برضه بيعمل لك بيقلل لك الاريتيشن بتاع السكن، ومهم جدا جدا جدا، هو عباره عن رو ماتيريال فور جروب اوف ذا تيشو هرمون شخص از بروستاجلاندين. يبقى الجاما في بروستا جلاند فيها جلاند جلاندن اهيت، يبقى ليها علاقه بالجاما، جاما يونيك اسيد. طب هنا بالصوت انا بلف دوس سايب، ايه الفرق عندي هنا؟ الفرق هنا اللي هو بيعمل لك السيتراميد، السيتراميد ده المسؤول عن البارير بتاع السكن، ليبيد بارير موجود في السكن، يبقى اللينوك اسيد بس ده بيعمل لك السيتراميد اللي هو مسؤول عن البارير بتاع السكن، ده انساتشوريتد وسي كربون 18 و 2 انساتشوريتد. طب الجاما تعمل لك البروستا جلاند، واحنا عارفين البروستا جلاند ده خدتوه قبل كده في الفيسيولوجي، ايه اهميته في اللي هو تنظيم البلاد بروجر والحوارات ديت. طيب الفاتي اسيد ديفيشنسي از سكن، والله لو انت الفاتي بقى اسيد ديت عندك في ديفيشنسي، عندك نقص، ايه بقى اللي هيحصل عندك؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بقول لك الليك اوف ذا فاتي اسيد دازنت كيور ان ذا يانجر بيبول، طبعا نقص الفاتي اسيد احنا قلنا كل ما يكون متقدم في العمر كل ما الفاتي اسيد او السيبن بيقل عندك. طيب انت يانجر طفل عادي جدا، يعني اقل من خمسه، مش طفل يعني اقل من 45 سنه، مش هتحس بالتاثير دوت قوي. ليه بقى؟ لان انت بتكون لسه شاب ومش عارفه فيك صحه وكده. طب النقص بقى امتى امتى يجي لك؟ ممكن مثلا نقص الفاتي اسيد ديت ديفيشنسي ان يور سكن وانت مثلا لسه صغير او في مشكله عندك، ايه الاسباب نقص الفاتي اسيد؟ قال لي والله انكوركت دايت، ما بتاكلش كويس، عندك دايت عمال تركز على حاجات معينه وسايب الحاجات الفيتامين بقى وسايب الحاجات اللي هي الاسينشيالي والحوارات ديت، في شويه ديزيز ليدنج تو ديستريبيوشنز اوف ذا بارير فانكشنز، بوظ لك في شويه ديزيز كده، بوظ لك الغشاء او بوظ لك الحدود بتاعتك، الجيش بتاعك الموجود على السكن. التي اي دبليو ال، يعني تي اي دي دبليو ال ترانس ايبيديرمال ووتر لوز انكريز، بتزيد ازاي ديت؟ ذا سكن بيكم دراي ويز بور ووند هيلينج ابيليتي، يعني ايه؟ يعني لو انت كميه الميه اللي بتقدر تعدي هنا مثلا اهو، بص صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ده سكن كده انتجريتي، يعني ايه انتجريتي؟ دامج يعني في دامج، في شويه بوظ اهيت نتيجه بقى اللي هو في دايت وحش، نتيجه اللي فيه لوز كتير، نتيجه في ديزيز ايا كان يعني، وما فيش هنا هيلينج، ما بيعملش هيلينج كويس، ما بيعملش التئام للجروح بسرعه، لا ده بور هيلينج وهكذا. فالميه تيجي تطلع تطلع عادي جدا، فالسكن يحصل له دراي من تحت. طب هنا لا، هنا بقى في بارير ستراتم كورنيوم استريت، بارير مقفوله سليمه انتاكتد، يعني سليمه كامله على بعضها، فالووتر تيجي تطلع تقوم خابطه وتقوم نازله تاني، مش عارفه تطلع، مش لاقيه خرم معين انها تعدي منه. يبقى فهمتوا ازاي؟ يبقى تي اي دبليو ال لما تزيد معنى دي حاجه وحشه عندي، خلاص ليه؟ لان انت بتزود كميه اللوز بتاع الايه بتاع الووتر. طيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الديفيشنسي بتاع اللينيك اسيد اند اللينيك اسيد اللينو ليك، لينو ليك وعندك لينو لينك
ماشي عندك هنا بس حرف ال N. acid leads to a distribution of the normal skin barrier. ما احنا اتفقنا خلاص لو في نقص في ال unsaturated fatty acid هعمل لك distributions او disruptions في normal skin barrier ويكون مش كويس ال skin barrier بتاعك. طب ال linoleic acid which is a missing in the neurodermic skin and represents the raw material for a group of tissue هرمون زي ايه زي البروستاجلانت. ما احنا قايلين اهو لينولينيك اسيد ده مهم جدا في البروستاجلانت لو حصل له لوز وان هو بيكون موجود مش موجود عندي في السكان والحوارات ديت ده بالظبط انا بفضل سام بيعمل لك ديستريبيوشنز او بيكون هرمونات دي بيكون عندك في ليها نقص وحوارات وديفيشنسي وايه ويجي لك ديزيز اكتر ما هو عندك اصلا. وقال لك كمان نقصه بيؤدي لايه بيؤدي لحاجه اسمها نيورو درماتيك سكان. يعني ايه نيورو درماتيك سكان؟ تحس انها ليها علاقه بالنيرف الموجوده في السكان ولكن هي ليها علاقه باللي انت عندك اتشنج يعني عندك هرش عندك سكيلينج يعني عندك في قشر كده عمال عايز تهرش عمال اللي في السكان بتاعك عندك ريدنس عندك شويه انفلاميشن موجوده عندك يبقى ديت بتكون عايز تهرش مش عارفه ايه والحاجات دي بسبب ايه بسبب نقص اللينوليك اسيد. مش احنا قلنا مهم جدا في دخول السيل ميمبرين والحوارات ديت ده نقص اللينوليك اسيد ده بالسلطة انا بلاقي في السلام السلام بيعمل لك نيورو ديرميك ايه ديرمايتس يعني انفليميشنز اللي موجوده في السكين بتاعتك اللي يعمل لك اتشنج وهكذا. طب الليك بقى احنا اتفقنا اللي هو بيعمل لك ليك للهرمون الليك اوف ذيس هرمون ويتش ار انفولفد ان ذا سيل ميمبرين ميتابوليزم ليدز تو ايه بقى تديك بقى دراي تديك كراك تديك اتشي سكين تديك سكين شكله وحش جدا تلاقيك تشققات والسكين بتاعك دراي وتلاقيك خشن وعايز تهرش ومش عارف ايه والحوارات دي كلها بسبب ايه بسبب نقص الهرمونات. واحنا اتفقنا اصلا اللينك اسيد بيخش اصلا في الفورميشن او السنسز بتاعت السيل ميمبرين السيل ميمبرين بقى عندك في مشكله يبقى معنى كده انت بص بوظت كل حاجه بوظت السيل ميمبرين بوظت السكين بتاعك بوظت الهرمون وهكذا. هنبص نشوف الامبورتانت بتاعت الفاتي اسيد ده والله بنعمل عكسها بس بكل بساطه. طب ايه بقى السورس بتاع الزيس فاتي اسيد ايه المصادر بتاعتها نيوترال اويل شاس اس حاجه اسمها الايفنينج بريم روز دي خدتوها قبل كده في مين يا شاطرين في الكورنو كوجمانسي فارماكوجنوسي ماشي ايفنينج بريم روز دي مش فاكره كانت اسمها حشيشه الحمار حاجه كده يعني ديت از اي فورم اوف اي اويل فورم اوف اويل فروم السيدز بقى اللي هي بتاعت البروجيك سيدز وهكذا. وان اوف ذيس نيوترال من 3 ل 10% شود بي انديوسد ان ذا سكن انكلودنج ان ذا سكن كوزماتكس جود سكن كوزماتيك يعني السكن الحاجات الكريم اللي انت بتستخدمها في الكوزماتيك لازم يكون فيها نيوترال اويل ديت من 10 ل من 3 ل 10% كونسنتريشن عشان يبقى اقول على الكريم دوت او كوزماتيك برودكت ده كويس او مش كويس. كده احنا خلصنا مين يا شاطرين خلصنا بالصلاه على النبي عليه السلام سموزنج ايجنت. هنخش على الانتي ايجنت انتي ايجنج كريم ونتكلم عليه. بيقول لك الايجنج بروسيس امتى يجي لك الايجنج بروسيس انت بقى يحصل عمليه تقدم العمر ويبدا يظهر لك تجاعيد والحوارات ديت لحد سن 25 لحد سن 25 من بعد 25 بقى يبدا يحصل لك الحوارات ديت. قبل كده لا انت لسه شباب ايه وما عندكش شويه كيلز كويس وكده رغم ان احنا بنشوف ناس اقل من 25 عادي وعندها شويه تجاعيد وكده بس دي نتيجه ان عندها مشكله في السنسس بتاعت الكولاجينز او عندها مشكله في الحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها الفاكتور فوق. يبقى الايجنج بروسيس جنرالي ويز ايه ايجنج بتبدا عامه من 25 زين بيكون فيزبل من 10 ل 30 20 من 10 ل 20 ايه سنه يعني وانت عند 25 كده مش بيظهر لك قوي تجاعيد ما بتكونش باينه ما بتكونش واضحه ولكن هو الايجنج بيبدا من اول 25 لحد ما توصل ل 35 او 40 سنه مثلا تلاقي بدا يحصل لك الايجنج ويبدا يظهر عندك. طب الانتي ايجنج كريم دي بتعمل ايه؟ بتقول لك سلوز ديفلوبمنت بتقلل لك الديفلوبمنت بدل ما تظهر لك في 40 او 35 سنه لا تظهر لك في 60 او 70 ايه سنه. طب ازاي بقى بتعمل لك ريتارد للايجنج؟ شايف الست ديت عندها هنا دي وهي صغننه ودي وهي كبيره. ازاي بقى بعمل ريتارد للايجنج؟ ازاي بقى باخر تقدم العمر او باخر التجاعيد وحافظ على السكين بتاعي؟ قال لي والله لازم تستخدم دايت كويس، لازم ما تكونش بتدخن، لو بتدخن هتعمل هيظهر لك انتي ايجنج كتير عشان هي مسؤوله عن الفري راديكال والحوارات دي. الانتي ايجنج كريم ويز انتي اوكسيدنت انجريدينت قلت لك الجولدن رول بتاعتك ايه؟ جولدن رول اي انتي اوكسيدنت كريم او اي حاجه فيها انتي اوكسيدنت دي تبقى انتي ايجنج على طول مضاده لتقدم العمر وهكذا. الاستريس تقلل بقى الاستريس تقلل البيوتنت اللي هو العوادم والتلوث والحوارات ديت والاوكسيديف تو ذا سكن وهكذا. الايجنج اصلا ده بيجي من نتيجه ايه؟ نتيجه اكسده السكن بيحصل لك اوكسيديشن الفري راديكال والحوارات ديت فبالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام يبدا بقى يحصل لك التجاعيد تظهر عندك. خلاص عرفت كلها حاجات تحس انها ايه جنرال يعني.
small style the skin show film contours and look ايه healthy. ما علينا, بقول لك explanations of the skin aging, بقول لك شرح السكن ايجنج ايه, تقدم السكن ده ايه, uncontrolled oxidation accelerated يعني ايه. قلت لك اي اوكسيديشن هتحصل كتير جوه السكن هتأدي لك, عمليه الاوكسيديشن دي مصيبه من مصايب الزمن. اي اوكسيديشن هتبوظ لك السكن, هتبوظ لك كمان ممكن لا قدر الله تأدي الكانسر, تأدي التيومر, مش عارفه ايه بتاع الاوكسيديشن كتير, دي مشكله مشكله مشكله. فلما يحصل لك ان كنترول يعني انت جلدك او جسمك مش متحكم في الاوكسيديشن بروسيس بتاعت الجلد بتاعك كتير كتير كتير, عملت تعمل اوكسيديشن معنى كده بتعمل لك اكسلريت للايجنج ايه, لاكسلريت للايجنج ايه, ظهور الورينكلز والحوارات ديت اكسلريت. طب لما تعمل اوكسيديشن كتير هتؤدي لتكسير الكولاجين, والكولاجين ده المسؤول ان هو يعمل لك فيل كانه بالظبط مال الفراغات الموجوده عندك, فيبدا بقى يصغر لك التجاعيد. عشان كده الناس اللي بتروح تعمل كولاجين ويقول لك حقن ابوتكس وحقن حقن كولاجين والحوارات ديت بسبب انها عندها ايه, عندها uncontrolled oxidation process كتير, فهي عندها breaking down كتير للكولاجين اللي اتكون عندها جوه جسمها, والاليستن فايبر برضو بتبدا تتكسر, فيعمل لك فريملس يعني يخلي السكن كده بدل ما هو كان منفوخ وتحتيه حاجه سداه, لا الحاجه اللي تحت دي اتشالت صح, فتلاقي السكن بالسطح نفسها بقى مرهره كده وبدا ايه يحصل له يظهر التجاعيد وتقدر تشده والحوارات ديت. اقول لك اند ريلاكس ذا فيشال كاونتر, يبدا بقى يحصل له ريلاكشن وتلاقي السكن بدا ينزل وهكذا. زين ذا اتش بوز اند ريدنس اي ابيرنس, انت بقى تلاقي ظهور العمر بدا يكبر على وشك ومش عارفه ايه, وتلاقي في شويه ريدنس موجوده عندك احمرار وهكذا. يبقى فهمتوا السكن اكسبلينيشنز بتاع الايجنج ازاي؟ اهو شايفين الومن ديت عندها ايه, تلاقي الجلد هنا مرهره واقع, هنا بص واقف ومقفول ليه, عشان هنا في كولاجين, هنا مفيش كولاجين بسبب ايه, بسبب عندها اوكسيديشن كتير. شايف هنا الجفن حتى نايم, لا هنا الجفن واقف, الشكل دوت بسبب ايه, بسبب الورينكلز اللي عندها. طيب بعد ما عرفنا السبب بتاع الورينكلز والحوارات ديت, ايه بقى الرول بتاع الانتي كريمينج ايجنت؟ هل فعلا ايه بقى الرول, ايه اهميه الانتي كريمينج ايجنت اللي انا بحطها على جسمي والحاجات ديت؟ قال لي والله الانتي كريمينج ايجنت دي بتركز على حاجه معينه, مش انت مشكلتك الاكسديشن كتير انها بتروح تعمل لك بريكنج داون للكولاجين والاستين فايبر والحوارات ديت. اه طب الاكسديشن دي نتيجه ايه؟ نتيجه الفري راديكال الموجوده عندك. طب لو انا جبت بقى الظابط ومسك الحراميه اللي في البلد عندك دي كلها, مسكت الفري راديكال وكتفتها عندك, لما بقت مسكتها او وقفتها, يبقى دي بالسرطان انا بلف تعمل لك ايه, تخلي الفيزيكال بقت خامده بقتش موجوده خالص, يبقى معنى كده هيكون عندك اوكسيديشن, معنى كده ما عندكش اوكسيديشن خالص, معنى كده ما عندكش بريكنج داون للكولاجين. يبقى الانتي ايجنج كريم فوكس اون ايه, دي اكتيفيشن للسيل اوف اوكسيديشن ويز راديكال ايه يعني اوكسيدنت, يعني انتي اوكسيدنت يعني ايه, الفري راديكال فكرتها يعني فري راديكال لما بيكون عندك صوديوم وعليها نقطه كده, يعني هو بيكون مسروق منها الكترون او ناقصه الكترونز, يعني هي محتاجه الكترونز, فهي تقوم يا عيني واخده من الهيلثي ايه, تيجي تاخد من الهيلثي اتوم كده الالكترون بتاعتها عشان تعوض البتاع ديت, فدي تبقى فري راديكال ويبدا يحصل على نفس العمليه ويبدا يكسر عندي المواد وكده. طب انا عندي اوكسيدنت يعني انا عندي ايه الكترون كتير, هقول لها والله خد الالكترون بتاعك ما تسرقهوش من هيلثي اتوم, هيلثي اتوم او هيلثي سيل كده, وايه وانا هديك الالكترون بتاعي وقعدي ساكته, ورحت اديت لها الالكترون بتاعي ففضلت ساكته وبقت دي اكتيفيتد سيل. يبقى فهمتوا فكره الفري راديكال؟ ان شاء الله تكون واضحه. طيب بالظبط انا بعرف ده ستسايم الانتي اوكسيدنت هي عباره عن ايه, الانتي اوكسيدنت ان ذا كريم ماست مينت نمبر اوف كونديشن, عشان تختار انتي اوكسيدنت كويس لازم تكون فيها شويه كونديشن. اول حاجه لازم تبقى في جود فات سوليبل, لازم تدوب في الفات سوليبل عشان اصلا السكن حاطط فيه ريفاتنج ايجنت وفيها اصلا هي فيها السيرامايدز اللي هي عباره عن حاجه فات وهكذا, فلازم تدوب عشان تخش جوه السكن وتعمل بنتريشن كويس. لازم تبقى ثيرمو اند يو في ستيمول ستيبل, يعني ما ينفعش اقوم جاي احطها على السكن واتعرض للشمس الاقيها بقى يعني ستيبل وبدات هي تكون كمان فري راديكال وتعمل لك اوكسيديشن كتير وهكذا. فلازم مهم جدا جدا الانتي اوكسيدنت انت تستخدمه لازم تبقى ستيبل نتيجه الحراره ونتيجه اليو في. نو انتر اكشن ويز اذر ان كومبوننت, طبعا ما يحصلش ايه انتر اكشن مع اي كومبوننت. هاي افشنسي ات لو كونسنتريشن, مهم قوي الجمله ديت, لازم كميه صغيره عشان انا مش عايزه اخلي حاجه كوست تبقى كوست كتيره, كميه صغيره تعمل لي ايه الصوت نفسها افكت عالي جدا. جود سكن توليرانس, تكون توليرانس مع السكن يعني متعاونه, ما تعمليش بقى اريتيشن على السكن والحوارات ديت, ولازم تبقى ما تكونش توكسيك, ما ينفعش تكون توكسيك او ما احطها تعمل لي اريتيشن وتبوظ لي السكن. ودي شويه اكزامبل عندي على الانتي اوكسيدنت كريم, يعني مش مهمه قوي يعني, ودي البرودكت اللي فيها انتي اوكسيدنت كريم والحوارات ديت, وبيها دي عباره عن برودكت موسترايزر, دي حاجات موسترايزر, دي حاجات فلوسترايزر يعني فيها فيها بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فيها فيتامينز, ودي الانتي ايجنج الحاجات الانتي ايجنج اللي بيكون فيها انتي اوكسيدنت
product. يقول لك ال finding substances that are able to stimulate the cell protection is the second important line of the development. يعني ايه؟ يعني كل الحاجات اللاين اللاينز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي فاتت ديت، دي الفيرست لاين اللي انت تحسن السكن والحاجات ديت. السكند لاين اللي انت تلجأ له ايه بقى؟ اللي انت تلاقي مواد او برودكت اللي انت تحطها على جلدك تزود الجنريشن بتاع السيل. يعني ايه الجنريشن بتاع السيل؟ يعني ببساطه انا بسبب البروتكشن بتاع السيل يزيد. ما احنا قلنا كل ما زود البروتكشن بتاع السيل الديد سيل هتقع كتير، هتلاقي جلدك عمال يوقع جلد ديد سيل كتير، فمعنى كده تطلع الخليه الجديده المنعشه اللي هي فيها كل الحاجات الجميله وكده على السكين بتاعك، ويكون لك الابيرنس بتاعك كويس موجود. بعد كده اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم على جزء منها اللي هي اليو في بروتكشنز. ازاي تحمي نفسك من اليو في بروتكشنز او السولار راديشنز. السولار راديشن دي ريسبونسبل فور ذا موست اوف ذا سكين كونديشنز ذات ار اوفن اريتبل تو ذا ايجنج. شخص از ايه بقى؟ الشمس لما بتقف كتير في الشمس، ايه مشاكل الشمس؟ والله الشمس دي مفيده جدا، وعلى الرغم مشاكل على الرغم فائدتها المفيده، ولكن اللي هي الشمس بقى اللي هي ايه، يقول لك من العصر للمغرب مفيده، من الصبح من بعد الفجر لحد الضحى مفيده، اما الفتره بتاعت الظهر للعصر دي بتبقى قويه جدا فبتكونش مفيده، وهكذا، عشان بتكون بتمدك بفيتامين جي والحاجات دي على الصعيد اللي ليها علاقه بالبونز والحاجات ديت. المهم احنا لقينا في الكوزماتيك قال لك مفيده، قال لك لا، الصن لايت او السولار راديشن دي مضره جدا جدا للسكن. ليه؟ عشان بتعمل لك اتريبيوتنج ايجنت. يعني ايه؟ يعني بتعمل لك تقدم في العمر. زي ايه بقى بيحصل لك؟ بيقول لك الابيرنس اوف ذا سان سبوت اون ذا اريا اوف ذا سكين اكسبوز تو ذا سان. طبعا هتلاقي عندك بقع، هتلاقي عندك كده بقع غامقه، بقع في الحتت البنات المحجبه، تيجي تلاقيها ايه، لفه الطرحه، فلما تلف الطرحه من ناحيه تيجي تقلع الطرحه هتلاقي من ناحيه ودانها كده او الجزء اللي هي المخبيه من الطرحه تلاقي انه ابيض وجميل، واللي فوق على الوش دوت تلاقيه مسمار وفيه بقع وحاجات كده. ده بسبب الاكسبلوشن للسان. الابيرنس اوف الوينكلز تلاقي بقى بدات تظهر التجاعيد والحاجات ديت بسبب الانتي اوكسيدنت، لان اليو في تخش تكسر لك الكولاجين والحوارات ديت. اللارجمنت اوف ذا فيس بلاد فيزلز كابيلاري. يعني ايه؟ يعني ببساطه انا بلف السلام هتلاقي عامله كده، شايف هنا بلاد فيزلز او بلاد كابيلاري باينه، فبيكون شكل مش لطيف اهي، باينه بسبب ايه؟ بسبب الشمس. تحسي كان حد عضدها، تقول لها انت حد عضك بسبب ايه؟ بسبب الشمس، التعرض للشمس كتير قوي بيبدا يظهر لي بلاد كابيلاري موجود. مش معنى احمرار الوش، لا، البلاد كابيلاري ذات نفسها منظر ما بيكونش ايه، مش بيكون اجريبل، يعني اكسبتبل، يعني مقبول او كده، بيكون شكل طبعا مش حلو. طبعا زيادة الـ development of skin tumors، تورم السكن، ممكن لا قدر الله يؤدي للكانسر. دي بقى الراديشنز بتاعت الـ sunlight. sunlight بتطلع لك ايه؟ بتطلع لك احنا اللي يهمنا الـ visible light، دي الراديشن بتاعت كل الـ sunlight. طيب هنا بقى احنا اهم حاجة عندنا الـ visible light والـ UV radiations. الـ UVA radiation عندي 2 type of UV radiation، يا اما تكون UVA و UVB، وهنعرف الفرق بينهم وكل واحدة بتعمل، هما الاتنين harmful، الاتنين اوحش من بعض. هنشوف بقى different properties ما بينهم وهكذا. الرينج بتاعهم طبعا ده اللمبة بتاع الرينج بتاعهم، وده الفيزبل لايت بيكون من 400 ل 700 نانو نانومتر. خلاص الكومباريزون بتوين اليو في اي واليو في بي راديشنز، اول حاجه بالصوت انا بقى هفضل السما هنشوف اللمبه، ماشي؟ انت طبعا واحد بتاع اناليتيكال شاطر، وهتقول لي كل ما اللمبه تزيد كل ما الانرجي تقل. هنا مين اكتر لمبه؟ طبعا ديت، يبقى دي عندها اقل انرجي. دي من 300 اللي هي الاي، من 320 ل 400 نانومتر، يبقى اللمبه بتاعتها كبيره، يبقى عندها لور انرجي ايميشنز، عندها لور انرجي. طب دي اللمبه بتاعتها قليله مقارنه طبعا باليو في اي، يبقى عندها higher energy emissions. طيب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ال UVA ده بتعمل لك ايه؟ بيقول لك penetrate to the skin causing damage to the elastin fiber. دي بقى عندها low energy، عندها low long wavelengths، بما ان عندها low wing wavelengths فتعمل لك penetration للسكن كتير قوي. كل ما ال wavelengths كتير تزيد تطول، يعني كل لما يعمل penetration اكتر، فتعمل لك penetration تروح تعمل لك damaging للإلاستين fiber، هتعمل لك ال aging، تبدأ تظهر لك ال aging. ما احنا عرفنا ال elastin fiber دي الحاجة اللي بتملى السكين بتاعك هي والكولاجين، فلما تكسر الاليستين والكولاجين معنى كده بالصوت انا بس كانك بتعمل تقدم العمر، وتبدا بقى تخلي الجلد مش على حاجه صلبه مسنود عليها، فيبدا الجلد يرهره، وتلاقي بدا يطلع لك الايجنج والوينكلز وهكذا. لوكيتنج ان ذا زيبرا سكينز اند ذيس از هاسينج تو ذا سكين ايجنج، تؤدي للسكين ايجنج. طبعا دي بنتريت للجلاس، اي حاجه ويف لينس كبيره هتعمل لك بنتريشن عالي، هتقدر تعمل لك بنتريشن للجلاس، احفظها كده. بالصوت انا بس عندها هاي
ويف لينث، هاي ويف لينث، يبقى عندها لو انرجي، يبقى تعمل لك بنتريشن للسكين، فتعمل لك الايجنت تظهر لك الرينكلز والتجاعيد والحوارات ديت، يبقى تعمل لك بنتريشن للجلاس وانت قاعد جوه المكتب بتاعك، ولكن كل الاوضه بتاعتك متحوطه جلاس ازاز وكده، فتلاقي والستاره مفتوحه وتلاقي في سان لايت داخل، فانت تحسب السان لايت انت كده مش داخل لك، لا اليو في اي تقدر تعمل لك بنتريشن، فتلاقي عندك تقدم في العمر يظهر اسرع، ماشي؟ عشان هي موتت لك او كسرت لك الايه الاستين. طب بالنسبه بقى لليو في بي، بس انا بقى ده السيستم قالينا اليو في بي عندها هاير انرجي، عندها لو ويف لينس، طيب عندها ويف لينس يبقى دونت بنتريت ذا جلاس، مش هتقدر تعمل لك بنتريشن للجلاس، وطبعا مش هتقدر تعمل لك بنتريشن زي اليو في اي كتير في اللاير بتاعت السكن، فتكون موجوده على الوش بس، فتعمل لك السان بيرن، دي المسؤول عن السان بيرن، حروق الشمس والتانينج اللي هو الحاجات الاحمرار والبقع والحاجات ديت، وتيومر فولود باي برولونج كوميونيكيشن كوميوليتيف اكسبوز تو ذا سان. يعني ايه؟ يعني لو انت فضلت متعرض كتير للشمس جدا كتير 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 كتير، هيبدا يحصل لك كانسر وحوارات وحشه، ربنا يعافينا جميعا يا رب. يبقى المسؤول عن السان بيرن ومسؤول عن التانينج والحوارات اللي هي البقع الموجوده في السكان وكده اليو في اي، عشان هي ما تقدرش تعمل لك بنتريشن، فهي بتعمل لك على السيرفس بتاع السكان. المسؤول عن الحاجات اللي من جوه السكان ان هي تكسر لك بقى الاستين فايبر وتبدا تظهر لك الكرينكلز والتجاعيد والايجنج والحاجات دي اليو في اي. وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمى بعدها ابدا. محاضره النهارده خلصت، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، يا ريت ما تنسوناش من صالح دعواتكم، ربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.